لابسها الجمال والدلال والخف على الغالي. على الحلو يدور. وادور ازاي على الحلو والحلو جنبي وجايب له خبر حلو؟ خيرا لما اجعله خير. واضح ان الفرحه مش سايعاه. طبعا. ما تفرحني معاك. مش المحروس خد بومبا؟ محروس مين؟ همام سمح برومبا. المحكمة رفضت الاستئناف وأيدة الحكم. مش قلت لك العالم دي بتحلم؟ ودي مفرحاك قوي، شمتان في مصايب الناس. لا وتسهل، أنا فرحان عشان العدل خد حقه، وإن أي حد يعمل عملة مهببة زي اللي عملها الواد همام ولا أبو كتيقة العالم كلهم ممكن يطلعوه منها. أنا مش فاهمة إيه سر كرهك للريس همام. ريس همام؟ حتة مسجون عملتيه ريس؟ هو مش كان ريس على مركب ولا إيه؟ الدور والبيع اللي كان ولا حاجة، حتة صياد كحيان لا راح ولا جه. وبعدين بقى أهي قلبت. أقوم أنام أحسن. مش هتتعشى؟ لا ما الحمد لله خلاص اتعشيت، اتعشيت بحلة النكد المعتادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، له في ذلك حكم. طب إيه الحكمة في كده بس؟ تقدري تفهميني؟ كله بأمر. ده حكم ودي إرادته. واحنا ما علينا الا اننا نسعى. هترجعي تاني تقولي لي نسعى؟ ما هو المحامي بيقول هيوصلها للنقد مش كده؟ انا عمري ما شفتك ياس بالشكل ده. عشان انا واقعي، لكن انت عايشه المشكله بقلبك وبعواطفك، لكن انا عايشه بالحقيقه. الحقيقه بتقول ان ما فيش حاجه في الدنيا هتفرقنا عن بعض. هو ده كل اللي يهمك؟ طبعا، حتى ولو النقد ما نفعش. انا ممكن تقعدي، ممكن تسمعيني؟ سامعك. بحركك مش بقلبك. محدش بيسمع بقلبك. حنان، حنان انت عارفه انت بالنسبه لي ايه؟ بس انا راجل مش اناني، ما اقدرش افضل حبسك جنبي 7 سنين. بقول لك ايه؟ كلام خايب مش عايزه اسمع. حنان ارجوكي لو بتعزيني صحيح ما تقطعنيش. ما هو فكر في اي حاجه غير ان انا انساك او اسف ان انا هتجوز في يوم من الايام. يبقى انت كمان عايزه تضيع عمرك. وكفاية واحد مننا عمره ضاع. همام. حنان. حنان حنان انا يوم ما هخرج من هنا مش هبقى همام اللي انت تعرفيه. لا ارجوك يا حنان انسي همام، لان اللي هيقرب منه بعد كده هيتحرق بناره. همام انا اللي برجوك، كفايه بقى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فين المعلم فرجالي؟ أنا في حاجة؟ أنا معايا أمر من المحكمة بالحجز على المركب بتاعك. حجزه على المركب؟ ليه؟ كلام إيه ده يا حضرة المحضة؟ ده كلام المحكمة، ولو ما رفعتش الحجز على المركب خلال أسبوعين هنضطر نبيعه في المزاد العالمي. ودلوقتي حد يتفضل معايا علشان أروح أعين المركب وأستكمل إجراءات التحفظ عليه. خرب بيتك يا حاج فرجاني، يا خرب بيتنا يا جدعان، يا خرب بيتنا، يا خرب بيتنا. حنان انت عارفه انت بالنسبه لي ايه؟ بس انا راجل مش اناني، ما اقدرش افضل حبسك جنبي 7 سنين. بقول لك ايه؟ كلام خايب مش عايزه اسمع. حنان ارجوكي لو بتعزيني صحيح ما تقطعنيش. ما هو فكر في اي حاجه غير ان انا انساك او اسف ان انا هتجوز في يوم من الايام. يبقى انت كمان عايزه تضيع عمرك. وكفايه واحد مننا عمره ضاع. حنان 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 انا يوم ما هخرج من هنا مش هبقى همام اللي انت تعرفيه. لا ارجوكي يا حنان انسي همام، لان اللي هيقرب منه بعد كده هيتحرق بناره. ماني قلت لك بلاش تروح تزوري همام عشان ما تقلبيش على نفسك المواجع. يا بنتي الناس تقول ايه؟ رايحه تزور مسجون؟ كفايه يا بابا كفايه. خلاص يا بنتي اللي تشوفيه. انا عارف انك مجروحه ومش عايز ازود جرح، بس انا صعبان عليا انك تضيعي عمرك كله في وهم.
على فكرة ده عفيفي سأل عليك النهاردة كم مرة؟ قال إيه؟ بيقول إنه مستعد يدفع لك مهر من جنيه لألف جنيه عشان يتجوزك. إنما أنا قلت له إيه يا بابا؟ قلت له يفتح له، لأني عارف إنك لسه متعلقة قوي بهمام رغما عن اللي حصل. لكن أنا موافقة. موافقة؟ موافقة على إيه؟ على جوازي من عفيفي. مش ممكن، مش معقول، أنا في حلم ولا في علم؟ هي دي الحقيقة يا بابا، ساعات الحقيقة بتبقى أغرب من الخيال. أنا مبسوط، أنا فرحان، فرحان قوي يا جدعان. وأنا هفضل حزينة العمر كله لحد ما أموت. طيب أنا هروح أبلغه دلوقتي وأقول له إنك وافقتي على الجواز، هيفرح قوي، هيفرح هيفرح. بس قول له يا بابا إن أنا ليا شرط واحد، يدفع لي مهر 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ يا بنتي ده احنا عمرنا بالعمر ما سمعنا على مهر 2000 جنيه اتدفع لأي واحدة، إن شاء الله حتى تكون السفيرة عزيزة. ده شرطي إذا كان عاجبه. بصراحة ما افتكرش إنه هيوافق أبدا. خلاص يبقى كل واحد حر في نفسه. بس أنت مش شايفة إن ده يبقى تعجيز؟ ده أنت كده بتطفشيه. إذا كان عاجبه. صحيح الكلام ده بنت خالتي؟ معاك تدفع مهري؟ ايوه بس افهم الاول، ايه اللي خلاك تغيري رايك في يوم وليله؟ بقول لك معاك تدفع مهري؟ اللي تطلبيه اني تحت امرك. عايزه 2000 جنيه بس. اشمعنى انا 2000 جنيه؟ انت مش خلاص اتفقت معاه؟ ايوه احنا اتفقنا بنت خالتي، انت تستاهلي مليونين مش 2000، انا بس كان بدي افهم. من غير ما تفهم يكون احسن برضه من غير ما افهم. وانا في ديك الساعه بنت خالتي لما ست العرايس توافق على الجواز من ابن خالتها. يعني خلاص اتفقنا؟ ايوه طبعا يا جوز خالتي اتفقنا، وال2000 تحت امرها. بس تقبضهم لي جنيه ينطح جنيه. وفلوس قديمه ما اخدش. والشرط التاني تدي الفلوس دي للحوت. الحوت؟ الحوت هو انا ابوكي ولا الحوت؟ تدي له الفلوس دي وتقول له دي الفلوس اللي على الحاج فرغلي اللي اخد بيهم وصله، وتجيب لي الوصله منه. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا حنان؟ انت مالك ومال الوصل ومال فرغلي؟ انت هتدفعي مهرك لفرغلي والحوت؟ ده شرطي للجواز. يعني انا اربي واصرف عليكي دم قلبي وبعدين غيري ياخد مهرك؟ ما عنديش كلام تاني. وانا موافق يا بنت خالتي. ايه كده انت يا عفيفي؟ ده بدل ما تعقلها؟ جرايه يا بابا، انت كنت بتربيني عشان تبيعني في الاخر؟ المهر ده من حقنا. وانا اخترت مهري. واني اجهزك بايه؟ ما انت عارفه ما معيش فلوس خالص. وده شرطي التالت، اللي عاوزني ياخدني بهدومي. واني موافق يا بنت خالتي، واهو البيت واسع واوضه بنت خالتي تسعنا احنا الاثنين. ايه اللي بتقوله ده؟ انت هتيجي تعسكر لي هنا؟ ده بدل ما تشوف لها سكن. يا بس خالتي ما ندافع المهر غالي قوي. وانا موافقه. على خيرة الله، والجواز امتى ان شاء الله؟ اول ما المركب بتاعه الحاج فرغلي تنزل البحر وعليها رجالته وبيوتهم ما تنخربش. انت اتجننت يا عفيفي؟ بقى دي اخرتها؟ اخرت ايه يا معلم؟ اخرت ما حطيت ايدي في ايدك. يا معلم ما هو اللي كنا عاوزينه حصل. اللي انت كنت عايزه بس هو اللي حصل. الست حنان بقت بتاعتك لوحدك. لا معلمة ما تاخذنيش، انت برضه همام اللي كان دخل السجن. ومركب فرغالي. لا اعذرني، دي كانت بره اتفاقنا. بره اتفاقنا؟ يعني ايه؟ اطلع انا من اللعبه دي كلها بالله والخافي، وانا اللي صارف عليها دم قلبي؟ انت نسيت ان انا اللي دافع تمن السم الهاري؟ نسيت ان انا اللي دفعت الالف جنيه اللي لبسناهم بيها القضية؟ لا ما نسيتش يا معلم، بس ده كان باختيارك، محدش ضربك على ايدك. الله 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 الله، ده انت بقيت تعرف تقف قصاده اهو عفيفي. لا يا معلم انا ما اقصدش، بس انا عايز اقول لحضرتك انني مش على استعداد اخسر حنان مهما كان التمن.
حتى لو كان الثمن ده انك تخسرني انا. الفلوس قدامك يا معلم، هتاخدهم وتديني مخالصه باسم نرجس مرات المعلم فرغالي، ولا اروح ادفع الفلوس للمحكمه واخد وصل الامانه؟ لا، وعلى ايه محكمه عفيفي؟ اديلك المخالصه، بس خليك فاكرها عفيفي انت اللي ابتديت والبادي اظلم. لا يا حنان، لا يا بنتي، لا. خد المخالصه يا عم فرغلي عشان توديها المحكمه وترفع الحجز من على المركب. لا يا حنان، تنقطع ايدي ولا اعملهاش. انا اخد تمن جوازك، تمن بيعك لانسان ما بتحبهوش. خد المخالصه ارجوك يا عم فرغلي. اهون عليا ان الحوت ياخد المركب ولا يحصلش ده كله. همام يقول عليا ايه؟ ما هو همام هو اللي قال لي اعملي كده. همام طول عمره راجل ومجدة، امال هتستناه يعني لما يخرج من السجن؟ اهي جوازة الاستاذة حنان من عفيفي حلت لنا الاشكال. ايوه، لكن ما خلاص يا حاج، اهو الفرج جه من عند ربنا. متشكرين قوي يا استاذة حنان، ده جميل مش هننساهولك العمر كله، وباذن الله كل الرجاله هتجيلك الفرح، وانا هرقصك لك بالعصاية وبالرفاق والبنين. خد المخالصة بقى يا عم فرغلي. سعيد ويخلفوا صبيان وبنات. زغراتي زغراتي كمان وكمان يا نجمه. يا راجل ما تستعبطش، هو انا بزغرت للعرسان؟ امال بزغرت لمين؟ بزغرت لينا يا مرجان. خلاص خلاص هتبقى ري الصيادين. اهي جات من عند ربنا لوحدها يا نجمه. والمركب بقى هيفكوا رهنها امتى؟ بكره، ومن بعد بكره هتنزل الميه وانا واقف عليها زي عنتره عنترة فارس الفوارس، بهاجم الريح واطعن الموج واملى شباكها سمك سمك سمك. بس عنترة بقى ما كانش بيشتغل لحساب حد، كان كل السمك اللي بيصيده بيحطه في عيبه. ما انا عيب واسع نجمة، بس شوية 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 شوية. مش قلتلك هتحلو؟ بكرة هبقى ري الصيادين، وبعد بكرة هبقى صاحب مركب. صاحب مركب حتة واحدة؟ لا، ومش أي مركب، مركب المعلم فرغلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مسنون؟ مبروك يا أخويا على جواز الحيلة. بيقولوا ان العريس دفع مهر غالي قوي، ولو انه ما نبكش منه الابيض ولا الاسود. بيقولوا كمان ان عريس الغفله هيبلط عندك في البيت. بقى يا راجل، بنتك اللي في التاج بدها تجوزها لحته واد مستخلص طرح على بيت؟ لا، وهيسكن عندك كمان في البيت. اما انك راجل اهبل صحيح، ما تصغرليش، حكم انا عارف الصنف ده كويس. إلا ما روحتش باركت العم فرغلي، بيقولوا فك الحجز بتاع المركب بتاعه. لا، هو إيه؟ بيقولوا كمان إنه هينزل بيه البحر بكرة. معلش يا زاهر. هلا زاهر. عاوز إيه يا معلم؟ أمر لي حجرين يلا. لا، إحنا بطلنا شغل في الصنف خلاص، ودي أوامر المعلم الفولي. الله، أنتوا إيه حكاياتكم بالظبط؟ مبروك يا حاج. ادعي لنا بقى، ادعي لنا ربنا يرزقنا احسن البحر، وحشنا قوي. وعد عليا ارجع لك بشبك مليان سمك ما شافوش البر كله. يلا ده شباره، يلا انت ورجاله جهزوا المركب. يلا يا ولا، ما تتحرك يا بجم. ايدك قطع ايدك. بتمد ايدك على رئيس المركب يا بجم؟ ترى ايه يا مرجان؟ انا عاملك رئيس على الصيادين عشان تنزل فيهم تلطيش؟ يا باشا يا حاج، ده شغلي مع رجالتي.
ما هني ما بقاش رئيس على المركب واني ماليش كلمه عليهم. الله سيبني بقى حد اشوف شغل مع رجالتي. ما هني لو ما عرفتش احكمهم في البر مش هعرف احكمهم في البحر. يلا هات منك لون اطلع الميه. يلا اخويا يلا اخويا يلا يلا يا ولا يلا على الميه يلا على المركب يلا. الف مبروك يا حاج. المركب رجعت لك وبالقانون. ربنا يبارك فيك يا معلم. ما تاخذنيش يا معلم، انا لما خدت حقي رجعت لك حقك وجيت ابارك لك بنفسي. لا ما انت طول عمرك حقاني. يعني صافي يا لبن. ربنا اضرب اللي في القلوب. ونعم بالله عداك العيب. ما تنسوش ترجعوا بدري يا رجاله عشان تحضروا فرح الاستاذه حنان. انتوا عارفين الدفع فيها مهر غالي قوي. بسيوني انت لسه زعلان على الرئيس متولي يا راجل. الحي ابقى من الميت. دق يا مرتيبه دق. طب وقت يا مؤسسين على البيت. اوعى حد يشوفك. ما تخافيش انا هتسحب ولا اقدر. حرام اجري يلا. يلا بقى يا رجاله كفايه عليكم كده عشان انتوا تعبتوا. اتوكلوا على الله روحوا غيروا هدومكم عشان تلحقوا فرح الاستاذه. وانا بقى هبقى انقل السمك بمعرفتي. يلا يلا شباره. يلا يا شباره. يلا يا اخويا. حاضر اقبل فرح ولادك. ايه يابا كل السمك ده هناكله؟ لا ناكله ايه يا ولا؟ في ناس ثانيين غيرنا هم اللي هاكلوه. امال احنا بقى هناكله ايه؟ هناكله ايه؟ هناكله بقلاوه. وكفايه بقى علينا بالزفاره. سلموا القط مفتاح القرار. قط ايه وقرار ايه؟ وانا عرفت اتحرك من الصيادين اللي حواليا كانوا ملمومين عليا زي القراميط. الله انت مش بتقول ان كلهم كانوا بيخافوا منك ودلوقتي بقوا في جيبك؟ مش كلهم. لازم اخلص من رجاله همام الاول وخصوصا الواد ده اللي اسمه شباره عشان نعرف بقى نشم نفسنا. طول ما المعلم فرغلي مش قادر يشم نفسه احنا هنشم نفسنا بالقوي. تعجبيني. اديني بقى حق السمك اللي بعتوه النهارده. متصنف الحفظ والصوم. احضر لك العشاء؟ ماليش نفس. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ انا عارفه. ايه
معلم حوت. مش تقول لي اتفضل يا مرجان؟ اتفضل اتفضل يا معلم. اهلا يا معلم. شقة غريبة. ما غريب الا الشيطان. انا قلت اجي اطمن على المعلم فرغالي. وما رحتلوش ليه بيته عشان تطمن عليه؟ يعني انا قلت المسافة هنا اقرب. وبعدين وبعدين معك يا نجمة، ما تروح تعمل لنا شوية شاي. حاضر. اتفضل اتفضل يا معلم. نلحق نتكلم لنا كلمتين قبل مراتك ما تيجي. خير يا معلم. قبضتوا كام في السمك اللي بعتوه النهارده الصبح؟ ها؟ السمك اللي بعته مراتك الست نجمه؟ مش عيب برضه يا معلم تخلي تجار السمك يضحكوا عليها ويشتروا السمك بنص الثمن. طب كنت قول لي كنت دفعت لك بزياده شوي؟ وانت ايوه انا. مفيش حاجه على الشط بتحصل ما اخدش بيها خبر، امال ابقى سيد المعلمين ازاي؟ بس على راي المثل ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. بس ده خطر عليك يا مرجان، خطر قوي، ولو اتفقست هتخسر كل حاجه. طب انت شايف ايه بقى يا معلم؟ انا شايف اننا نلعبها سوا. ازاي؟ انت تطلع على البحر تصيد وتملى شباكك بالسمك، قبل ما توصل البر يطب عليك رجالتي بالمركب بتاعهم تسلمهم نص السمك وترجع وكاله فرغالي بالنص التاني. على البر نتحاسب اول باول. بكده يبقى لا حد شافنا واحنا بنسرق ولا حد شافنا واحنا بنتحاسب. قلت ايه؟ موافق يا معلم. على خيرة الله، بس بشرط تكون مالي ايدك كويس قوي من رجالتك علشان محدش منهم يطول لسانه وينطور الكلام كلمة هنا ولا هنا. اطمن يا معلم، حملالهم بقهم عيش وحلاوة عشان مفيش حد فيهم يتكلم. كلهم؟ مش كلهم، واحد بس لازم اشوف صرفة وياه قبل ما احط ايدي في ايدك. الهمة شوية يا رجالة، تحت عاوزين نحمل السمك الوكالة بسرعة، مش عاوزين المعلم يقول اننا مقصرين عشان خاطر ما عيان. يلا رجالة همتوا. ولا يا شبارة؟ نعم. تعال شيل لفتك يا شبارة. ايه؟ بتقول ايه؟ لفتي انا؟ ايوه لفتك، ماني شايفك وانت نازل بيها من على المركب. فيها ايه دي يا شبارة؟ معرفش. ما تعرفش يعني ايه؟ ماني شايفك وانت بتخفي فيها حاجه على المركب. انا؟ ايوه انت. الله، ما تفتح توريني فيها ايه يا هلا. افتح. فيها ايه؟ معرفش فيها ايه انا. ما تعرفش يعني ايه؟ ايه ده؟ ده السمك بتاعنا. بتسرقنا يا شباره؟ بتسرق الايد اللي بتطعمك؟ بتسرق الراجل العيان عشان خاطر ما هو سايب ماله امانه في ايدينا؟ انا ما اعرفش انا حاجه. طب والله العظيم ما اعرف انا حاجه. وبتحلف كدب كمان يا حرامي يا لص. انا مش حرامي. لا انت حرامي ونوري. امشي اطلع بره من هنا، اوعى اشوف رجلك تهوب على المركب تاني. يعني ايه؟ بتطردني ولا ايه؟ ايوه بطردك. ما تبصليش كده، امشي يلا بقى. ماشي، الارزاق على الله. والله العظيم ما سرقت حاجه ولا اعرف عن اللفه دي حاجه. امال مرجان بيقول عليك كده ليه؟ معرفش يا عم سكين، هو حاطط نقره من نقري من يوم ما بقى رئيس المركب. اعرفها النهارده اتهمني بالسرقه وطردني. والمعلم فرغالي رايه ايه؟ الراجل عيان ومش مستحمل. انا قلبي ما طوعنيش اروح له. لا انا اللي هروح له واشوف حكايته ايه. وباذن الله ترجع المركب ومش بعيد يعينك رئيس عليه. ويطرد مرجان ده بقى. وادي قفة السمك اللي ظبطناها معايا يا حاج، ولما قررت اعترف قال ان كل يوم كان بياخد قفة ولا اتنين من دولم ويرميهم على الشط، ولما الرجالة تمشي يرجع ياخدهم ويبيعهم في السير. شبارة يعمل كده؟ كان بيستغفلنا كلنا، مش براعي ظروفك يا حاج. طبعا، ما هو الخسيس يفضل طول عمره لا مؤاخذة خسيس. الله، معقولة شبارة يسرق؟ يا حاج مش مصدقني ولا ايه؟ حصل ولا لا يا رجاله؟ ايوه حصل.
واحنا شفناه وهو بيحط السمك في اللفه ويرميها على الشط. ما هي دي عوايده من زمان، والمال السايب بيعلم السرق. صدقتني بقى يا حاج ولا لا؟ يبقى كان من حقك ترد ولا لا؟ معلش يا مرجان، المسامح كريم. يا سلام على طيبتك يا حاج، ما هو طيبتك دي هي اللي عملت فيك كده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ الف سلامه ليك. الله يسلمك يا بس، اتفضل اقعد. لا مؤاخذه، انا مش جاي اقعد، انا جاي بخصوص شباره. حرامي ورفدناه. شباره مش حرامي يا مرجان. وانت شرافه، وبعدين انت محموع عليه قوي كده ليه؟ انا محموع على الحق يا اخي. يا سلام، محموع على الحق ولا محموع على حاجه تانيه؟ حاجه تانيه؟ حاجه تانيه دي ايه ان شاء الله؟ مفيش داعي نكشف المستور. انت بتلام على ايه يا مرجان؟ انت قول ايه الحكايه يا مرجان؟ اظن يا حاج بعد عم بسيوري ما جه دلوقتي وهو محموق قوي على شباره الحرامي، عرفت مين اللي كان بيشتري منه السمك بنص الثمن وجاي دافع عنه دلوقتي. افرم عليك يا مرجان، لا ضربه معلم صحيح. ما هو بسيوني بعدها ما قدرش يحط منطق زي اما يكون جاله الخرس. لكن قول يا مرجان، انت ازاي فكرت في الحكايه دي لوحدك؟ ايه اللي جت تحتها يا معلم؟ اصل خلاص ابتديت اشغل دماغي، اتعديت منك. بس خلي بالك، اوعى العدوى دي تجيب اجلك. لا ما تخافش، المهم ان خلصت من شبارة. بيقولوا انه بيشتغل دلوقتي في اسكندرية. الف سلامة، الف سلامة والقلب دعيله. وبقيت رجالتك كلهم شهدوا معايا على شبارة، ما هي الفلوس بتعمل عمايلها، وانا حاسب حسابي كويس. ما شاء الله، لا وبقيت تخطط وتكتك وتنفس كمان. العشر الأوم بقى يا معلم. بس المهم التكتكة والتخطيط ده ما يتقلبش علي. حكم الصنف اللي زيك ده أنا عارف ومالكش أمان. معقول يا معلم؟ ده أنا تلميذك. ماشي يا مرجان ماشي. ورتبت كل أمورك؟ مفيش حد من رجالتك هيبعبع بكلمة كده ولا كده؟ لا يا معلم، انا رجالتي ما تبعنيش، وهم عارفين اللي هينطق بكلمه هقطع له لسانه. يبقى اتفق، ومن بكره رجالتك هياخدوا نص الحموله في البحر. واحنا بقى حبيبي نبقى نتقاسم على البر. وبعدين معاك يا همام، هتفضل قاعد كده كل واحد فينا في قلبه جروح ملهاش اخر، واللي هيستسلم للحزن هيموت محسوب. انا الموت دلوقتي بقى بالنسبه لي نعمه، لكن احنا في الدنيا وطول ما احنا عايشين لازم نصمد. نصمد؟ نصمد ازاي يا دكتور واحنا ورا القضبان؟ روح الإنسان مش ممكن يسجنها سجن ولا سجان، ولا يقيدها قيد ولا رباط. ده كلام كنتوا يا بتوع الجامعة. دي الحقيقة وفلسفة الحياة زي ما اتعلمتها. صدقني يا همام، وده أول درس عاوزك تتعلمه هنا. ما تحسش في لحظة إنك مسجون، لأنك يوم ما تحس بكده هتبقى زي الميت اللي مش ناقص غير إنهم يدفنوه. ايوه يا همام، لازم يكون لك اراده وهدف. هدف؟ هدف ايه يا دكتور؟ ايه الهدف اللي ممكن يكون لواحد زي محكوم عليه بالسجن؟ فكر في يوم ما تخرج من السجن وحدد هدفك، وابتدي اول خطوه لتحقيق الهدف ده من دلوقتي. خطوه ايه اللي انا ممكن اخطيها وانا محبوس هنا من اربع حيطان؟ انت مش كنت قلت لي انك مقدم على الثانويه العامه قبل ما يحبسوك؟ أوه، ده كان حلم زي بقية الأحلام. حلم ولسه عايش. أنت ممكن تذاكر هنا. أذاكر هنا؟
ايوه تاخد الثانويه العامه وتدخل الجامعه وتحضر دراسات عليا كمان. لا 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 دي كلها اوهام يا دكتور. ده واقع. خد عندك انا مثلا، عارف معايا كام دكتوراه؟ 3. ومن يوم ما دخلت السجن فكرت اخد الرابعه واديني بحضر لها. مش بقول لك روح الانسان الحره مش ممكن تتسجن؟ خلي لك هدف وسعى اليه، وتاكد ان الهدف ده هينسيك سنين السجن الطويله، ومن عارف مش يمكن تحقق في السجن اللي ما قدرتش تحققه بره السجن. ايه اللي قول يا مرجان؟ حق السمك يا معلم. بس ليه؟ هو السمك اسعاره نزلت النص ولا ايه؟ لا يا حاج، بس الصيد هو اللي نزل النص. يعني ايه؟ زي ما يكون البحر ما عادش فيه سمك. بحر ايه ده اللي ما عادش فيه سمك؟ انا عارف، ولا ما ان البركه هي اللي قلت مننا. ما هو اللي حصل لنا ده يا حاج مش شويه. ايوه لكن ما لكنش يا حاج. ما تتكلموا يا رجاله. مظبوط يا حاج، احنا بنرمي الشبك بيطلع لنا فاضي، يا اما ما فيهوش غير المسارية والوقيع. والارزاق دي بقى بتاعت ربنا، هنعمل فيها ايه؟ لحلة في الرزق يا حاج. ايوه لكن استغفر الله العظيم، كل يوم بالشكل ده؟ ما احنا قلنا لا حيلة في الرزق يا حاج. على العموم ربنا هيفرجها ان شاء الله. طيب خد يا مرجان، ادي الصيادين يوميتهم واجورهم. الله. طب وانت يا حاج؟ انا مالكش دعوه بيا، تتدبر امرك يا حاج. اي اوامر تانيه؟ لا مع السلامه. الله يسلمك. كلام يهدى الحاج اللي انا سامعاه. نعمل ايه يا نرجس؟ رزقنا كده. لا انا لازم اشوف الحكايه دي بنفسي، ومن بكره هنزل الوكاله. لا يا نرجس، انت بتقولي ايه؟ يقولوا انا نمت في البيت وانت نزلت الوكاله؟ وحتى لو رحت هناك في ايدك ايه تعمل ايه؟ لكن الحال ده لو طول مش هنلاقي تمن لقمتنا، وانت عايز دواء بالشيء الفلاني. ما تلفش وتدور عليا يا مرجان. جرايه نجمه، ما انا خلاص سبت الشغلانه دي، ده حتى الراجل عيان، والضرب في الميت حرام. يا اختي، ومن امتى يا اخويا الحنيه دي كلها؟ من النهارده، من النهارده يا نجمه. غريبه، مع اني لسه كنت عند نرجس وسمعتها بتقول ان المركب ما بقتش تصيد زي الاول. وانا هعمل لها ايه؟ يكونش يا اخويا البحر ما بقاش فيه سمك. قصدك ايه؟ قصدي ما تلفش وتدور عليا، فين حق السمك اللي بتخبيه من الحاج وتروح تبيعه لحسابك في السر؟ وهبيعه امتى وفين يا فالحه؟ اكونش هبيعه في البحر؟ ما هو على يدي، سي جمال ابن المعلم فرغالي بيستنانا كل يوم على الشط ويشرف على بيع السمك بنفسه. ايه ده سمك كله صغير. ايه حالفين ما تصطادوا سمك نظيف ابدا؟ امر ربنا بقى يا معلم. بس الحموله دي كلها لا مؤاخذه ما تجيبش حاجه. ليه بس يا معلم؟ على الاقل ادفع اجره الصيادين وحق علاج الراجل اللي قاعد في البيت. اهو على يدك اهو يا سي جمال، المركب جت من البحر والسمك عليها، وزي ما قلت التاجر يشيل السمك من الوكاله، اقبض منه بقى حلو وادفع للصيادين اجورهم، واذا فات حاجه ابعتهم للحاج في البيت. سريرك يابا. ليه يا ابني عامل في نفسك كده؟ صعبان عليا يا خالي. حبيبي يا ابني،
لازم ربنا رضانا عليه، بس انا ما غلطتوش في حاجه. يمكن ما وقفتش بعد ما زي ما وعدت، ولا يمكن عشان ما زرتوش من ساعة ما خرجت من السجن، بس غصب عني غصب عني المرض هجني، والعين بصيرة والإيد قصيرة. كفاية يا حاج، الزعل مش كويس عشانك، قوم ارتاح في اوضتك. حاضر. مالك يا عمي؟ الدواء بتاع ابوك خلص وما فيش فلوس اجيب له غيره، لو كان على الاكل والشرب نصوم، لكن الدواء ازيك يا جمال؟ الحمد لله. امال ماما فين؟ اتفضلي جوه. ازيك يا نرجس؟ تسلمي لي يا حبيبي، اتفضلي. ازاي الحاج؟ زي ما هو. ازاي كده ما بيجيش المدرسه ليه؟ ده انا قلقت عليه ورحت وقلت لقبل حنان ان احنا نيجي نزورك ونطمن على عم فرغلي. الله، انت بتعيط؟ انا ما بعيطش. امال مالك؟ في ايه يا نرجس؟ مش لاقيين يجيبوا له حق الدواء. لا حول ولا قوة الا بالله. اهو ده اللي يحصل اللي يغضب عليه ربه. بقول لك يا تحية، الخير واجب برضه، والمعلم فرغالي ده ابن شطنا بيوصل لغاية مراته ويدي لها اللي فيه النصيب، ومن غير وصولات أمانة. الثواب على رأيك ما يتخدش عليه وصولات أمانة. ما تخرسي وتكدمي بقى بيت. الله، ثم انت ايه اللي بيوديكي هناك؟ انا اللي قلت لها تروح تسال على الحاج. اشمعنى؟ انت مش قلت النبي وصى على سبع جار؟ ايوه صحيح، والاولون اقرب الاقربون اولى بالمعروف. يلا بيت، خش على اوضتك جوه. يلا يلا. انا اللي مش قادره اصدقه مركب المعلم فرغلي كل يوم تخرج وترجع فاضي، دي بقى مش قادره تخش نافوخي. ايه ربك يمهل ولا يهمل؟ ربك سابه يطلع براءة من تأبيدة السم الهاري ورماه وقطع عنه الرزق، وكل ده ليه؟ عشان ما بيعملش لوجه الله لا إله إلا الله. تدينهم فلوس ليه؟ احنا مالنا ومالنا؟ يعني احنا مالنا؟ دول أهلنا. أهلنا ويقربوا لنا إيه إن شاء الله؟ القرابة مش لازم تكون قرابة دم، وبعدين دي فلوسي أنا حرة فيها. وأنا جوزك هانم، والكلام اللي أقوله يتسمع، وكلمتي لازم تمشي. غير هي يا عفيفي، انت بتعلي صوتك عليا؟ ايوه علي صوت عليك. ايه يعني انت ايه عشان ما عليش صوت عليك؟ من هنا ورايح مفيش خروج من البيت من غير اذن. انا جوزك يا هانم وكلمتي لازم تتسمع، فاهمه ولا لا؟ واذا ما سمعتيش كلامي هتشوف اللي هيجرى لك يا حنان. ايه ده؟ في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ صوتك واصل لاخر الشط. مش شغلك انت كمان. انت بتزعق لي عفيفي وبيتي كمان؟ بيتك؟ ليه بتضحكني يا ابو ناسب وانا ما كنتش عايز اضحك؟ بيتك ايه يا ابو ناسب؟ ده بيت هاني، ولا انت نسيت ال 2000 جنيه المراهن؟ 2000 جنيه دول كنت اشتري بيهم بيت احسن من ده 2000 مره. وبعدين ازعق لك؟ مش عاجبك افتح الباب زي ما دخلت وروح اشرب من البحر. عفيف انت اتجننت؟ ازاي تكلم ماما بالاسلوب ده؟ ده بيته غصب عنك. اخرسي. انت اللي تخرس. انا كنت غلطانه يوم ما وافقت عليك، كنت فاكراك بني ادم. يعني بني ادم غصب عنك وعن اللي خلفوكي؟ طلقني يا عفيفي. نعم يا اختي.
طلعني. طيب يا حنان انا مستعد اطلعك، بس في حاله واحده بس، انك تدفع ال 2000 جنيه المهر اللي انا دفعتهم لك. مش 2000 جنيه وبس، لا، وكل الهدايا اللي غرقتك بيها انت وابوكي. يا كده يا نجوم السما تبقى عرب لك. بنتي حنان، حنان مالك يا حنان؟ رد عليا يا بنتي، في ايه؟ مبروك المدام حامل. حامل؟ صحيح يا دكتور، يعني انا بقيت اب. المهم انها ترتاح ومفيش حد يتعبها او يضايقها، وتاخد الدواء بانتظام، وتبقى تيجي تزورني في العياده كل فتره باذن الله. يا دكتور شاكرين يا دكتور، الف الف شكر، الف مبروك يا حنان يا حبيبتي. اتفضل يا دكتور. شكرا. اتفضل. مبروك يا حنان. بتعيطي ده بدل ما تفرحي؟ القلب دلوقتي بقى اتنين يا بابا، خلاص مقعدتش اقدر اقول لك. ما تخافيش يا بنتي، طول ما انا جنبك ما تخافيش ابدا. انا مش هسمح له انه يضايقك ولا يهينك. انا ايه؟ انت ايه يا ابو ناس؟ مبروك يا حنان يا حبيبتي. يلا بقى شد حيلك عشان تجيبي واد امور كده شبهي، سميه على اسم المرحوم ابويا. مش قلت لك يا حنان اللي بينا ما حدش هيقدر يكسره؟ ربنا يقومها بالسلام. خد انت يا ابو ناسب بسرعه تنزل اسكندريه تجيب الدواء اللي في الروشيت، وقوم قوم ترجع عشان تعمل العشاء. انت شايف حنان تعبانه، وانا ورايا مصالح لازم اروح اقضيها. انا اذنك. اخبار يا همام؟ ازيك كويس؟ الحمد لله يا دكتور. لا انا هنا زهران وبس، الدكتور دي بره. انا جميلك ده مش هنساه طول العمر. علشان ايه؟ علشان ما جبت لك كتب الثانويه العامه وخليت المأمور يوافق انك تذاكر في المكتبه؟ طب وهي دي حاجه شويه؟ الحاجه اللي انا عاوزها منك حاجه واحده بس. اؤمر. ايه هي؟ انك تذاكر كويس وتاخد ليسانس الحقوق، وبعديه الماجستير، وبعديه الدكتوراه باذن الله. وانك تاخد مني وتتعلم عشان تبقى امتدادي في يوم من الايام، وتاكد انك بالقانون مفيش بني ادم هيقدر يكسرك باذن الله. زي ما قلت لك هما 300 جنيه ما يساويش اكتر من كده. 300 جنيه بس يا معلم؟ ده ما بقالوش سنة. إن شاء الله يكون بقاله شهر، هو ما يسويش أكتر من كده، تاخديه وما نتكل على الله. تعالى يا معلم. الله يبارك لك. اتفضلي. فلوس إيه؟ يلا رجالة. ازيك دلوقتي حنانة بنتي؟ ادمان. لا حول ولا قوة الا بالله. اقول لك ازيك تقولي لي ندمانة؟ ندمانة من كل قلبي. يا بنتي بلاش، اللي بتعمليه في نفسك ده مش كويس عليكي وعلى بطنك. مش عاوزاه، مش عاوزاه. حنان. مش عاوزة اعيش معاه. مش عاوزة أي حاجة تربطني بيه. ولا تفكرني بيه، مش عايزة أي أثر له. استغفر الله العظيم. يا حنان يا بنتي انت مؤمنة بالله، ولازم تعرفي ان اللي ببطنك ده امر الله، هو سبحانه وحده الخالق، وهو سبحانه وحده القابض. خد يا مرجان، ادي حقك عن الاسبوع اللي فات. حق ايه ده يا معلم؟ السمك اسعاره زادت النص. الله، ده انت بقيت طماع قوي يا مرجان. ما هو اللي ياكل لوحده يصبر يا معلم. ولما انت عارف كده ساب فرغالي ليه بيعفش بيته وبتاكلها لوحدك؟ امر ربنا، مش هو ده غرضك؟
مش انت اللي قلت لي سيبه يكحكح لحد ما الديون تكتر عليه؟ هو الداين كمان؟ والديانه كترت قوي. دول لو باعوا عفش بيتهم كله مش هيسددوا ربع الديون اللي عليهم. لا مالكش حق يا مرجان، مش كنت تقول لي كده من بدري؟ بكره من طلعت النهار هروح ازوره عشان اعمل معاه ثواب.